هي شخصية بشكل عام قريبة من الشارع العراقي، يعني راح يحبها إن شاء الله، لما يشوفوها راح يحبوها. الوجه الشاب مرتضى كان يكشف عن أجواء وتفاصيل مسلسل ملأ. هاي تجربة ثانية لي، الأجواء كلش حلوة بصراحة، العمل بيروح عائلية كلش حلوة، إنتاجية جدا رائعة بالأمانة، وأنا أتوقع من الأعمال اللي راح يظهر بكواليتي عالي كلش للمشاهد العراقي. وعن الحديث بدوري في هذا العمل وإلى أي مدى تشبه هذه الشخصية أجابنا. نوعا ما أعطيها شبه 80%، لأن جزء من الشخصية هي تحكي عن أنه كان برا وهيك، فبيها يعني أجزاء كلش قريبة من عندي، أنا حبيتها واختاريتها بحب. يعني أركان عبر عن شغفه بدخوله عالم الدراما. أنا كلش أحب المجالات الفنية، أوكي هذيك مثل ما نقول مجال الدراسي، حتى لو كملت طب جزء كامل غير دراسي، إيش عندي فد حب للدراسة مو طبيعي، ما أحب إنه أتركها صراحة، أحس كل ما تتعلم كل ما تستفاد أكثر بحياتك. أما مجال التمثيل هذا يعني عالم روحي وهواية أحبها كلش، وإن شاء الله إنه أقدر أحقق بها نجاح كلش قوي.